إيه خلاص ماشي ماشي ولا يهمك. طيب خليل اطمن، خلاص ولا يهمك. شو رح يجي؟ لا والله راح دكان أبوه، عمي أبو خليل لساته معند وما قبل يرجع لهون، وفي شغل كتير بالمحل ما بيقدر يتركه، لهيك رح يضل هونيك لتنحل القصة. والله مشكلة. معك حق، أنا السبب يلي عم بيصير. استغفر الله. لك ملك، إذا لمتي حالك رح يتغير الوضع يعني؟ ليش مو هي الحقيقة؟ روحتي زمان ورجعتي هلأ خربوا له حياته لخليل. لا، وأنا بكل وقاحة بدي صارحه بشعوري. أحسن شيء اسكت وخلي الوضع على حاله خلص. والله برأيي حاج تظلموا حالكن وخليهن يعملوا اللي بدهن إياه. ليكي شو رح يصير فيكن إذا ضليتي ساكتة وما خبرتي؟ أولاً بتظلمي، وتانياً بتظلمي حالك، صدقيني. أساساً أنا ظلمت حالي وظلمته من 20 سنة مو من هلأ. طيب بس هالدنيا أحياناً بتعطينا فرصة تانية لنصلح غلطنا. وبعدين ليكي 20 سنة وبعده الحب شاعل بقلبكن، وقد ما حاولت تلفي وتدوري وتهربي من هالمواجهة ما رح تقدري، مو هيك؟ أنا ما عم بهرب من المواجهة، وحابة أخبر خليل بالحقيقة، وحابة أحكي له كل شي حسيته وعم حسه، وأنت بتعرف أني أجيت لهون وأنا ناوية أخبره بكل شي. طيب بس ليك شو اللي صار بسببي؟ ما بعرف، محتارة. إذا ما خبرته رح يحترق قلبي، وإذا خبرته رح تخرب الدنيا. شو هالمشكلة هي؟ طيب أنت معك حق تحتاري، بس لازم تاخدي قرار، بدك تحكي أو لا، فكري وقرري بعدها. طيب بتتوقع إذا حكيت معه بهالوقت رح أضايقه شي؟ لا بالعكس، هو متضايق هلأ، إذا حكيتي وخبرتي بالحقيقة واعترفتي له بمشاعرك رح يرتاح. أنت دواء، صدقيني. ليكي شو اللي صار فيكن كل هالسنين؟ لأنكن فكرتوا بغيركن ونسيتوا حالكن. عن جد فكري بهالقصة ماشي؟ عمي أبو خليل حب يضل حاله يصطفل، ما دخلكن. شو بدك أنتي؟ اسألي شو اللي بيريحك واسمعي قلبك، وبعدين إذا بدك احكي له، أو ضلك ساكتة طول العمر ما حدا دخله فيكي. بس لازم تعرفي ما حدا في خبي الحب أبداً. يلا كملي شغلك. رضا شو يعني حكيت اللي عندك وهربت؟ مصطفى. ايه معلم. اللحمة جاهزة، شكوها بالسياخ. ماشي معلم، هلأ بشكون.
أهلين محمود. كيفك ملك؟ الحمد لله أخي. عم دل الأولاد ما عم بيردوا علي، بتعرفي وينون؟ خير إن شاء الله، شو بدك من الأولاد أخي؟ ليكي، أبي مبارح اشترى هدايا للأولاد على عيد ميلادهم، خليهم يجوا يتعشوا وياخدوهم. الأولاد لحالهم يعني؟ إيه الأولاد لحالهم، تعرفي الموضوع، لو علي بقلك تجي. ولا يهمك أخي، فهمت، تمام. ليك هلأ كرم بالتدريب ودفنا هون، هلأ بخبرهم. طيب، عم نستناهم. ماشي، خير إن شاء الله. مين عم تستنى؟ أولاد أختي أبي، رح يجوا لعنا على العشاء. خوفتيني، ما حسيت عليكي. أخ تعي عدي هون. يلا شو جابك؟ خير؟ طلعتي من البيت بكير من دون ما نشوفك. ايه والله عندي شغل كتير هون، ولهيك اضطريت اطلع بكير. شو وصلتي أخوكي الصغير على المدرسة؟ ايه راح خالي وصله. يكتر خيره. حبيبتي قولي لأخواتك إنه جدكن مشتاق لكم كتير وعازمكن اليوم على العشاء ببيته. عازمين نقلنا على العشاء؟ يعني انتي ما بدك تروحي؟ تعرفي طبع جدك، لهيك ما بدي روح وضايقه. بعدين لا تاكليهم حتى لو ما رحت معكن، مبسوطة كتير انه علاقتكم ببيت جدكن قوية. لا ماما، انا ما بدي روح، ما فيني روح لعندهم من دونك. لو كان الموقف بالعكس بتروحي بتتركينا؟ انتو ولادي، ما فينا نقارن هي بهي. بلا، هي نفس هي، ما في فرق. نحن عيلة واحدة، ست ملك كرداغ، وما فيهم يفرقونا، يا بيقبلونا كلنا أو لا. اسمعوا على هالحكي، مو معقولة أنتِ. رح فوت أعمل شي لتشربيه، بلكي بيرجع عقلك لراسك. دفنا؟ أهلين عمي. منورت الورشة؟ منورة بوجودك. كيفك؟ شو الأخبار؟ منشكر الله، عم نحاول نصلح اللي خربناه ونرمم اللي تكسر فينا على قد ما منقدر. بتعرفي شو الترميم مو هيك؟ في ناس مختصة وظيفتها الترميم. ليكي، لولا هالناس ما شفنا قصور مثل تاج محل، ولا شفنا القلاع القديمة كمان، كانت انهدت كلها. وفي ناس بترمم الجسور المهدومة بين الناس، وبتقرب المسافة بين المتخاصمين. ليكي، من لما رجعت أمك لهون عم تحاول تصلح علاقتها مع جدك ومع بيت جدك بالعموم، بس جدك حصراً لساته لهلأ زعلان من أمك ومو قادر يسامحها. بس وجودكن خفف الزعل وخلى قلبه يلين شوي، وهي خطوة مو قليلة. لهيك بدي منكن تقربوا من جدكن أكتر لحتى يصفى قلبه وينسى الزعل، وإن شاء الله بيصالح أمك. اتفقنا؟ يلا خدي اشربي، عملت لك شراب توت. بعمل لك كاسة رضا؟ ايه مو غلط. ماشي هلأ بعمل لك، بس شوي لشوف شو بدهم مني جوا. استنيني. ايه دفنا. ماما أنا كنت بدي روح عندي كم شغلة. لوين رايحة؟ رح مر على السوق شوي. والمسا؟ طمني، رح أخذ كرمه الصغير ونروح على بيت جدي. برافو عليكي حبيبتي. أخ شكراً بنتي. لا تشكريني، بعمل أي شيء، المهم تكوني مبسوطة. يلا روحي، انتبهي على حالك. ها إيه، بس عادي كنت تشربي التوت. مستعجلة. والله لو شاف جدك هالشغل كان عجبه أكيد. أنت مقتنع بهالحكي؟ لو جدي هون وشافه كان طالع ألف غلطة، حتى لو كانوا ممتازين، خاصة إنه معصب منا هلا.
وهي خالصة رح حطها بالفرن. عاجلاً أم آجلاً رح تحكي أنت وياها. مقدر وضعك. أنت هلأ مو عارفان شو تساوي، ما؟ إيه بالضبط هيك. شو بدي أقول لك كرمال الله قال لي. ما فيني إلا جدي زعلان وتركنا وما بده يرجع لننفصل أنا وياكي. بس هيك رح تزعل أكتر. ما بيصير، روح شوفها روح. مو دائماً الحكي بيجيب نتيجة. هاي شوفت عينك شو صار مع جدي ودفنة عنيدة مثله، وقت تعرف بتقول لازم ننفصل وما عاد تسمع. يعني انت هلأ على الآن بين اتنين أعند من بعضهم ما هيك؟ والحل انك تترك كل شي على حاله وتتخبى هون بين ثواني. لا أكيد، بس مو عارفان شو أعمل. شوف بجوز جدك يكون زعلان من حاله مو مننا، لهيك لازم نتركه فترة خليه يقعد لحاله بلكي بيهدى. بس دفنة ما بصير تتركها لحاله بهيك وقت. عمي أنا وعدتها ما أتركها، قلت لها رح نضل سوا طول العمر، وبعرف جدي ما رح يبقى هنيك طول العمر. انت عم تدفع ضريبة الحب يا عمر، حبك لجدك من جهة وحبك لدفنة من جهة، وبهالفترة مستحيل اجمع بين الاثنين. مظبوط، ولهيك هلأ رح اقبل منك شوفها، بس لروح غير تيابي بالأول. والله هالقعدة كتير فادتني. واجبنا دكتور. عمر، انت امتى اجيت؟ ما حسيت عليك. وين جدك؟ ما اجى معكم؟ لا. كيف هيك؟ يعني ما رضي يجي معكم؟ لا والله ما رضي يسمعنا وقلعنا. يعني انت ما بتستاهل، ما عم تحط الحق على جدك؟ تعال لهون واحكي معي، فهمني شو قال لك. قال لي يعني اليوم ما رح يجي؟ طيب وبكره؟ ما بعرف، بس عم يقول انه هو بطل واحد من بيت سرحان وما بقى بده يشوفنا طول عمره. شو صار له هالرجال؟ شو هالحكي هاد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما بعرف شو بو والله العظيم، بس بالنهاية الطفل هو حرب حاله يروح يعمل اللي بده اياه. يعني شو عمل؟ ايه طبعا نتركه على راحته مثلك ومثل عمك، مو هيك؟ اصلا كل شيء عم يصير فينا ولسه بده يصير فينا، سببه انه كل واحد فيكم عم يتصرف على كيفه، صح؟ ما حدا فيكم فكر شو عواقب يلي عم يعملوا، دستوا على مشاعرنا وما همكم غير حالكم. بالأول خليل اعتبر إنه أبوه عدو إله وترك البيت وراح، وبعدين أنت عشقت هديك البنت وركضت وراها وما قدرت. إنه جدك بيحبك كتير وبيعتبرك إنه أنت قطعة من روحه وحتى أغلى من ابنه. يلي عملته كسر جدك وجرحه كتير، لو ضاربه بخنجر أسهل عليه. شو هالحكي مرت عمي؟ لا تحملي ابني الذنب. اسمعيني منيح، مثل ما هو ابنك هو حفيدي وبحبه، ولهيك قلبي عم يتقطع كل ما بشوفه شو عم يعمل بحاله. أنا نصحته بس بعده لاحق هديك البنت، مع أنه مستحيل يتزوجها. خلاص ستي بكفي كرمال الله، ما مليتي على طول بتحكي بنفس القصة وبتسميلي بدني؟ بما اني مسود لكم عيشتكم رح روح وانقلع من هون وما بقى ورجيكم وشي. عمر يا روحي، انا وجدك ربيناك ومن حقنا انه انت تسمعنا. عمر عمر لا تروح، واذا رحت ما رح نرتاح، ما رح نرتاح لحتى تترك هديك البنت. والله اللي عم تساوي يا مرت عمي ما بصير، حاش تضغطي عليه بقى.
لك كم مرة صرت آلي وما عم رد فهم بقى؟ ايز مرات ابو خليل شو يلي عم تعمله؟ بدك تموتني طيقي يعني؟ ليكي اذا عم تتصلي لارجع لا تتعبي حالك، اصلا انا اجيت لهون لاني مليت من نقك طول الوقت. حلو والله طلع الحق علي، مليت من نق مرتك لدرجه تتخلى عن عيلتك يا ابو خليل. اذا قلت لك ايه بتحلي عني؟ لا والله ما رح حل عنك، بكره سنويت ابنك اذا نسيان ورح يجينا عالم. معقول ما تكون موجود؟ يعني بدك اياني ارجع لعندكم مشان الناس ما تحكي؟ ابو خليل والله انا متضايقه ورح موت من القهر من غير شيء، اذا مو فارقه معك اولادك. انا طيب ما بهمك، كيف بدي اتحمل كل هالشي لحالي؟ والله تعبت من مشاكلك ومشاكل اولادك، تصطفلوا حلوها لحالكم، تركوني قاعد هون ريح راسي شوي. بضطر بقى فوق رسنا لتريح راسك. ابو خليل لك شو صار له هالرجال؟ لحقت سمعي كل هالاسطوانات؟ شوفي ورايي بسمعهم، وبعدين بيقولوا الموسيقى هي غذاء الروح. مظبوط. على فكرة أنا زعلانة منها. ما عم رد عليكي، معك حق. خير صاير معك شي مضايقك؟ أبدا. واضح. احكي شو الموضوع. تخانقت مع جدي. عن جد؟ شو القصة؟ زعل منها وراح قعد بهالفتي. يعني راح يقعد هنيك على طول؟ أهلا وسهلا ست زمرد. أهلا فيكي، كيفك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا خالد، تفضلي. اهلا فيك. اهلا وسهلا زمرد. اهلا فيك يا حجي، تعي فوتي تفضلي. اهلا. مبينه تعبانه كثير، خير ان شاء الله؟ شو بنادي لريحان عمتي؟ قومي اعملي قهوه. آه والله هاد فنجان، تفضلي. هلأ جابوا لي، لساتني ما شربت منه. قومي وصيهن على غيرها. يلا. ايه ولا يهمك، هلأ بخليهن يعملوا لي. ابو خليل راح يا حجة. لوين راح؟ هالفيتي، قال بده يريح راسه وما عاد بده ايانا. بيقعد يومين وبيرجع مثل ما كان يعمل قبل. لا هالمره غير، قال ما رح يرجع. ما بعرف كيف عم يدبر حاله لحاله. اطمني سعيده، علي ما رح يتركه. اجا اخذ اغراض للاكل الصبح ورح لعنده، بيكون عم يطبخ له هلا. لا تقلقي. كيف ما اقلق يا حجه؟ راحوا الاولاد ليحاكوا، قام بهدلهم وقلعهم من عنده وبقهنيك لحاله، وقال لهم إنه ما عاد واحد من بيت سرحان. شو هالحكي هاد؟ لك معقول الواحد يتخلى عن أهله وناسه ويتبرى منهم؟ خليه يقعد هنيك فترة، وبكرة بيروح سعيدة علي وولاده وبيجيبوه معهم. أنا بعرف أبو خليل. صدقيني يا حجة، طول ما ملك قريبة من خليل وطول ما دفنا وعمر مع بعض ما رح يرجع. حتى لو شحط وشحط بيقلك بموت لحالي ولا برجع. يمكن بكره يسيبكن نفس الشيء، بجوز اخوكي ما يتحمل الوضع
ويروح كمان ويترككم هون لحالكم. واجبي حذركم وبس. السلام عليكم، كيفك معلم محمود؟ أهلا وسهلا وعليكم السلام. أنا منيح الحمد لله، الدنيا حرائي وواقفين ورا المنقل طول النهار عم نشوي. أنت كيفك؟ الحمد لله. وينه مدحت؟ مو هون؟ لا والله عنده شغل برات المحل. خير إن شاء الله؟ دقيت له مرض، لقيت له محل ممتاز بس بده دفعة مقدم. صحتين، شو صار لك؟ مش الحال. محل شو ما قال لي؟ صار له سنة عم يحكي بالقصة، قال بده يفتح فرع تاني. شو ما قال لك؟ بده يفتح فرع تاني لمحلنا؟ ايه أخي. شو لوين أبي؟ أبي؟ لا تتأخر كتير، الأولاد جايين لعنا المساء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو جابك لهون أنت كرمال الله؟ فهمني لك شو جابك لهون يعني؟ معلم شو صار لك؟ قلت لك. ايه مزبوط قلت لي، يكتر خيرك والله مشكور. طيب لكان خبر مدحت، صاحب المحل ناطر خبر منا، خلينا نرد له خبر ويبلش شغل فيه قبل ما ياخده حدا تاني. ايه بخبره، اساسا نحن من زمان عم ندور على هيك محل، بدنا نفتح مطعم ورا التاني وناكل السوق والله، لحتى نصير من اشهر المطاعم ونفتح مطاعم بكل الدنيا وننشهر كثير. جد عم تحكي؟ لا والله عم حاكي حالي. روح تيسر انت، يكتر خيرك ما قصرت، انا ببقى بخبر مدحت لما يجي. طيب معلم يعطيكم العافيه. برافو مدحت، برافو عليك، أنا بورجيك شو رح أعمل فيك. معلم خود هاد. اللي يا أخي وينك أنت؟ بالقهوة. لا تروح على مكان، جايك فورا. وبعدين لو بتشوفي هالمكان اللي قاعد فيه، إذا صار له شيء لا سمح الله ما حدا بيحس عليه، وبعدين بده ساعة ليوصل على أقرب مشفى. جدك راح قاعد لحاله هنيك بسببنا. لا يا روحي ما دخلنا، صار هيك بسبب عناده. قلت له أنت مريض وعندك أدوية وما بصير تبقى لحالك. قال شو بدك فيني؟ إذا ما اهتميت فيه بمين بدي اهتم؟ وستك شو عم تقول؟ عم تقول الحق علي أنا وأمي أكلتها، طول الوقت عم تحاول تدافع عني وعم يلوموها. قلت لك من الأول الموضوع رح يكون صعب، ليك شو عم يصير فينا؟ ما بيتغيروا، بس أنا رح ضلني حاول ماشي؟ ما بعرف كيف رح أقنعهم بس أنا متأكد رح لاقي حل. أنا بعرف شو لازم نعمل، ننفصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو عم تعمل انت؟ ها؟ فهمني شو عم تساوي مدحت كرمال الله؟ خير ان شاء الله، كل ما شفتني عم تبهدلني، شو مشكلتك معي؟ مشكلتي هي انت مدحت، مو شايف حالك شو عم تعمل فينا؟ لك شو صاير لك؟ ليش شو عامل هالمرة؟ ما بتعرف شو عامل؟ معقول يعني تروح تفتح محل لحالك؟ ومنيح الزلمة اجا وخبرني لحتى نبعث لك بوكيه ورد على الافتتاح. خلص اخي لا تعذبوا حالكم، اتركوني بحالي وانا بألف خير. والله مدحت افندي؟ والله. اه لقيت الناس ما حكت بقصتك مع البنت، قلت خليني اعمل شيء ليحكوا علينا. اخي انا ما ساويت شيء غلط ليحكوا علينا، لا خنت ولا غدرت لا سمح الله، ذنبي الوحيد اني حبيت بنت انتو ما عجبتكن. لك شو قصتك؟ ليش ما عم تفهم؟ اه لا تخليني اضربك هلا، انا عم قلك مو حلوه تفتح محل تاني بدون موافقه ابوك. ايه بس حقي اني استرزق كمان. حقك تسترزق؟ ايه وبدون موافقه ابوك. ما شو بدك تسمي المحل مدحت افندي؟ ها؟
رح تسميه كباب سعيد علي الأصلي؟ لك بدك تصير تنافس أبوك؟ مو عيب عليك يعني؟ خلصنا أخي. مين قالك بدي أفتح مطعم كباب؟ أنت كل ما سمعت شي بتجي وبتصرخ بوشي؟ مو حلوة أنا مالي ولد. حلو معناها أكون رجال شي مرة بعمرك وجاوبني على سؤالي. أخي شو ما قلت لك أنت ما رح تفهمني، لأنه بنظرك لساتني ولد. مرحبا، وينك مدحت؟ تركيني كرمال الله، لأنه أخي رح يجنني. شو في، تخانقتوا؟ لا، الجو سملي بدني، مو مهم. وينك أنت؟ شو عم تعملي؟ قاعدة بالحديقة العامة، إذا ما عندك شي تعال. ماشي، يلا مسافة الطريق. تمام. ليش عم تصرخ قبل ما تفهم؟ ماشي، أنت تحملت كرمال علاقتنا وأنا كمان مثلك، بس والله تعبت من نقصتك وجدك وما رح نرتاح لحتى ننفصل. برافو دفنا، شو هالاستنتاج الخطير يلي طلع معك؟ عمر اسمعني شوي. شو بدي اسمع؟ كيف يعني ما رح نرتاح لحتى ننفصل؟ لازم نعمل هيك ونبين للكل انه انفصلنا لحتى تقنع جدك يرجع على البيت. والله فكرة حلوة. لك معقول نضطر نكذب ونمثل قدامهم بس لحتى يكونوا مبسوطين يعني؟ مو عاجبتك؟ طيب تفضل قلي شو بدنا نعمل. والله ما بعرف شو بدنا نعمل، بس اكيد ما رح نعمل مثل ما عم تقولي. مالي مضطر كذب مشان راضي حدا، مالي مضطر ابدا. شو هالحكي هاد؟ وليش عصبت؟ روق شوي، انا عم حاول ساعدك بس. وبعدين انا كمان بدي اتقرب من جدي هالفتره لصالحه هو وماما. وهي الطريقه رح تفيدك؟ ما بعرف، عن جد ما بعرف. انا كل اللي بدي اياه تكون ماما مرتاحه ومبسوطه. يعني قبل ما تموت. اوعي. لا، امك ما رح تموت هلا، ورح تشفى من المرض ان شاء الله. ليك عمر، بعرف انه الموضوع صعب وحقك تعصب، بس شو رح نعمل اذا صار له جدك شي؟ فينا نضحي مشانه. ليش لحتى نضحي دفنا؟ شو نعمل أكتر من هيك؟ يعني هلأ عم نتقابل بصعوبة، هاي مو تضحية؟ لا، وبدك نتصرف وكأنه انفصلنا؟ لا والله ما رح أعملها، ما رح ضحي. والله تعبت من هالقصة، تعبت كتير يا. طيب اعمل اللي بدك يا، حل القصة على كيفك، وأنا مليت وتعبت كمان. استني، لوين رايحة يا مجنونة؟ استني. أهلين. أهلين سيران. أنا فاشل مو هيك؟ ليش؟ ما بعرف، لأني كل ما بحاول ساوي شي بخربه. يمكن لأني عصبي، ما بعرف أتصرف منيح. روق، شوفي، قلت لي على التليفون أنك تخانقت مع أخوك، صاير شي تاني؟ المشكلة فيني سيران، والله العظيم بقول لحالي لازم ساعدك، بقوم بضايقك، وهلأ أخي حاكاني وصرخ بوشي، وبدال ما رد عليه وفهمه قمت عصبت ومشيت هيك بسهولة. والله أبي معه حق وقت يقول عني متهور. مزبوط يعني إيه؟ أنت بتعصب وفجأة بتطور، بس هذا مو معناته أنك مو منيح، وبرأيي أنك مانك فاشل، مع أنك بتعصبني وبتضايقني أحيانا. شو قال لك أخوك؟ سمعان كلام عني وإجا وعصب علي. أنا إلي علاقة؟ لا لا، شي بالشغل. ليك خطرت لي فكرة عن الشغل. قلت لي إنك لقيت محل أفتحه صيدلية، عم قول لحالي شو رأيك
تفتحوا أنت مطعم. لا تزعل دغري، فكر شوي، يعني فينا نزبطه ونعمل له ديكور مثل ما بدك، وهيك أنت بتصير تعمل لي مشاوي على طول. لا والله ما في داعي، أنا ببالي شي تاني. شو رح تعمل؟ رح خبرك. طيب. لعب واسمعني شوي. شوفي، متأكد ملك ما رح تجي؟ قلت لك ما رح تجي. طيب لا تعصب، أنا بس ما بدي عمي يتضايق ويترك البيت مثل عمي أبو خليل. ارتاحي، ما رح تجي قدرية. يعني متأكد؟ خلصنا بقى. منيح. ايه؟ برافو. مرر. يلا خال، خد، أعطيني. برافو عليك، يلا خذها. يلا سعيد علي، يلا بسرعة، شوت، يلا شوت. ها، يعني جهزنا كل هالسفرة وما اجيتي ساعدتينا. تعال سعيد علي، يلا. طبعا مشغولة بقصص تانية. كنت عم احكي عن جد. يلا. يعني جده ترك البيت بسببكم، وانتو لساتكن عم تحكوا مع بعض، لك مو عيب عليكن انتي وياه؟ معلش قلك شي، هاد مو حب، هاد كبر راس وعناد بس. ولا تزعلي مني لأنكم كسرتوا بخاطر هالكبار، علاقتكم مستحيل تزبط. شو عم تقولي؟ عن شو عم تحكي كرمال الله؟ نحن ما كسرنا بخاطرهم، هنن عم يعاندونا. شوفوا مأواها، والله بتخوف، ما بيسترجي الواحد يحكي معها كلمة. شوفي دفنة، شو القصة؟ يعني عم حاول انصحها لأنه بتهمني مصلحتها وما بدي انحكى عليها، مو أكتر. يلا انت هون يا روح جدك، تعالنا هون نركض بسرعة يا قلبي. كيفك يا روحي؟ منيح كتير جدو، انت كيفك؟ نشكر الله. اهلا وسهلا يا اولاد، نورتونا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا تعال نعود. مساء الخير جدو. الله يرضى عليك. شكراً بنتي. يا روحي انت، الله يرضى عليكم ويحميكم. يلا قوم غسل ايديك لنقعد ناكل. اي يلا عود بين ما يجي. يلا قوموا بسرعة، يلا يلا هلأ بيجي. Thank you.
Sevmek çok zormuş. Sevmemek çok zor. Sevilmemek çok zor. Sevdim ama sevildim mi? Bilemiyorum. Ağlamak çok zor. Ağlamamak çok zor. Ağlayamamak çok zor. Her gün seni kaderimden dileniyorum. Bir dilenciyim, senden aşkı dilenen. Her fırsatta hor görülüp belki gülüp alay edilen. Bir dilenciyim, geleceğini bilmeyen. Senden ne para ne de pul ne de acımanı bekleyen. Kırdım kırılmayan gururumu ve o çok değer. Verdiğim onurumu serdim yollarına. Ömür boyu beslediğim, büyüttüğüm, yaşatan budumu. Bekliyorum her gün seni görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu. Yolunu. أهلين، أنت منيحة؟ صاير شي؟ لا، بس قلقت عليك وقلت بتطمن على أبوك. اطمني. أنا شفت هدول.
هدول بالأصل إليك وهلأ لو وصلوكي. وفي شي جوا لألك. يا سلام. حطيهن هون يسلم ايديكي. يلا لاشوف من دو ايديكم وتحلوا يا اولاد. يلا بنتي. جيبهن لهون تعال. كرم خد هي، جبت لك هي، ما بعرف حبيت ان شاء الله تعجبك. ما كان في داعي تعذب حالك. شو هالحكي حبيبي، لا عذاب ولا شيء، شفتها وحبيت اهديك اياها. يسلموا ايديك، اكيد رح تعجبني، بكفي اجيت ببالك. ماشي افتح الكيس وشوفها. ليك لما اشتريت لك اياها خليت اللاعبين يوقعوا عليها، وهلا هدول اللاعبين صاروا زملائك بنفس الفريق. كنز موقع. شفت؟ عجبتك؟ جدي شكرا كثير. تكرم عيونك. تستاهل. ليك شو مبسوط فيها؟ اي والله. ليك هاد دفنة بنتي، ما بعرف اشتريت لك هاد، ان شاء الله يعجبك. كيف عرفت اني بحب الجيتار وبدي واحد جدي؟ والله ما بعرف، يمكن لاني جدكن، ويمكن لو كنتي حدي طول الوقت كنت عرفت شو بتحبوا وشو بتكرهوا وقربت منكم. يلا شو في؟ حلو كتير، شكرا جدو على هالهدية الحلوة، والله بتاخذ العقل بجد. ألف مبروك يا عمري. شكرا كتير. شكرا لك انتي. شكرا لك. حبيبتي. جدي وانا ما إلي هدية؟ لا. معقول يا جدو نسيت تشتري هدية لسعيد علي الصغير؟ يا الله شلون راحت عن بالي، مو معقول. شو بدنا نعمل هلا؟ لوين رحت؟ تعال هون. تعال لك، تعال هون، لا تزعل. معقول انسى اجيب لك هديه يا روح جدك؟ تعال لقلبي، تعال. يلا يلا استنى شوي. ليك شو جبت لك؟ شوف شوف هاي الهديه الحلوه لحفيدي اللي بياخذ العقل، ان شاء الله تعجبك. يلا روح افتحها. قدرية تاي ساعديني. تكرم عيونك، افتحها من هون. ياي شو هاي، شوفن شو حلوين. هاد جدو وهاد جدو جمالي. مو معقول الولد.
ولد. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. مين هدول قلت لي؟ جدي وجدي جو مالي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. عمي قلدو. شو؟ شوف هدول كمان. يا سلام. كنت مفكر هالقطع ضايعين مني، طلعت مخبتيه. ايه كنت محتفظة فيهم. تتذكر هاي؟ هديتيني اياها وقلتي لي رح نضل مع بعض، بس تفرقنا. كتير غريب، لما شفتهم صابني نفس شعوري بالماضي، وكأنه ما افترقنا أبدا. الحق علي، غلطت غلطة عمري بدون ما أعرف. كل شيء مكتوب هون. خليل، كنت مبسوطة كتير لأني قريبة منك. ما عرفت أوصف الشعور يلي صابني أول شي، بس كان أكتر من صداقة، لأني غرت عليك كتير من هاندان وقتها. بعدين فهمت أني بحبك، ولأني بحبك ما بقدر أظلمك وخليك تتزوجني وتبعد عن هاندان يلي بتحبها بس لترضي أهلي وأهلك. ما بقدر خليك تتعزى، لهيك ما في قدامي غير إنه أهرب. شو خطر لك إني بحب هاندان؟ لا تسألني، والله ما بعرف. غلطت، صدقت الحكي يلي انحكى قدامي للأسف. بس مين اللي خبرك بهالحكي؟ فهميني، عن جد ما عم صدق. هاندان اجت لعندي وحكت لي، قالت لي أنا وخليل منحب بعضنا ومرتبطين من فترة طويلة، بس خليل مو قدران يقول لأ لعمي جمالي، ولهيك وافق يخطبك. ما قدرت اجي واجهك لأنه ما كنت بدي أحرجك وقتها. زعلت كتير وما عرفت شو بدي أعمل. وإجا قلباي وقال لي إنه بيحبني. وقال لي إنه بده نتزوج. قلت له إنه أبي مستحيل يوافق يزوجنا، لهيك وقتها هربنا. كنت مراهقة وما كنت عارفانة شلون بدي أعبر عن مشاعري وخبرك. ما كنا عشنا هالعذاب. هاندان كانت مجرد صديقة وبس. أنا ما حبيت غيرك. فهمت هالشي لما قريت الدفتر. أنا وقت رجعت من ألمانيا ما تفاجأت إنه أبي وعمي أبو خليل ما سامحوني. الصراحة اللي فاجأني أكتر شي هو إنه شفتك بعدك عزابي وما تزوجت، وما فهمت لما قلت لي إنك زعلت وقت سافرت. قلت يمكن أنت تضايقت لأني كنت السبب بالعداوة بين العيلتين. وأنا كل هالسنين مفكر إنك ما بتحبيني، وبعمري ما لمتك على هالشي. بس بعد ما عرفت الحقيقة كان ممكن حياتنا تكون مختلفة ملك.
انت ضيعتي احلى ايام عمرك مع واحد ما بتحبيه على الفاضي، وانا عشت كل هالسنين عم بتوجع كل هالشي بسبب كذبة صغيرة. انا عم فكر بهالشي وعم لوم حالي من لما عرفت انه ليش ما اجيت لعندك وخبرتك بكل شي وما هربت على المانيا، كان كل شي تغير. ما كان أبي زعل مني، ولكن تبعدت عن عيلتي اللي بحبها كل هالوقت هاد، وما كان هلأ عمي أبو خليل قاعد بهالفتي لحاله، كنا بقينا عائلة واحدة. والله رح أجن، متمني لاقي هاندان وخليها تدفع الثمن، بدي حاسبها على السنين اللي ضاعوا كلهم. صار يلي صار خليل، يلي راح ما بيرجع. نحن دفعنا الثمن، عمرنا ضاع، أحلى سنين عمرنا ضيعناها على الفاضي يا ملك. قدرنا نعيش كل هذا العذاب، ما فينا نغير المكتوب. معك حق، ما حدا بيقدر يغير الماضي، بس فينا نتحكم بمستقبلنا. شو هالعدالة تبعك يا دنيا؟ أنا عم بتعذب على موت ابني، وخليلي اللي قتله عم يعيش قصة حب؟ ما رح أتركن، ما رح أتركن يتهنوا طول ما أنا عايش. دفنا يلا قومي قومي، طلعي جيبي الاغراض وانا رح احمل اخوكي. يا ولد كرام، لوين بدكن تروحوا؟ خليكن هون. لا لازم نروح بلا ما نزعجكن. اها كرام، هلا بجوز يفيق اخوك متضايق اذا حملته. كرام، ما في داعي تحمله وتضايقه بهالوقت، وبعدين انتو ببيتكن ناموا هون، والصباح بتروحوا وين ما بدكن. يلا غرفتكن جاهزة، طلعوا ناموا فيها وارتاحوا. ايه معن حق، خلينا هون للصبح كرام. ماشي طيب. شو عم تقول؟ قاعدين وعم يحكوا بقصص الماضي؟ شو صار لهم هدول هلأ؟ القصة صار لها 20 سنة، شو اجى على بالهم يحكوا فيها؟ والله ما عم افهم. ملك رح تجنني، رح تجنني. الماي لوين روق؟ الماي؟ اهدى خلص روق. ليك إذا رحت هلأ شو حتعمل يعني؟ شو كان اسم البنت؟ هلا يمكن همسة، ما بعرف شو يلي كانت رفيقة خليل هاندان. رح تقلن انك اتفقت معها؟ روق، رح تقلن انا فرقتكن؟ ما بعرف، رح تجنني. بس اللي صار صار، بدك يعني اقعد هون واتركن على راحتهم؟